حسبي الله ونعم الوكيل، دمع الله وما يروح ظلك. فاجعة مؤلمة تصيب سكان منطقة الأعظمية ببغداد. الله يعين موتك. والحزن يخيم على الأهالي هنا بعد مقتل شاب عشريني على يد مجموعة تمتهن السرقة وتتعاطى المخدرات بحسب ما يقول ذو الضحية، مطالبين بالقصاص العادل لهم وتنفيذ حكم الإعدام بحقهم. أنا أم وأنا ربيت يتيم وأنا هذا علاوي ما أنام إذا ما أشم وأنام، محروق قلبي ربيته بدموع العين. ليش؟ ما أريد شي بس أقول ليش. أناشد للي خلقني الله، أقول له يا ربي حابت علي تطلع، مو بيدي مو بيدي، أنت من فوق. إحنا نطالب بذولة كلهم ينعدمون ولا الشغلة؟ الشغلة ما تفض، الشغلة ما تفض، ما نضحي بنفسي وعندي ولد أهمين نضحي بيهم. ها كلهم بالقرآن إذا ما ينعدمون الطفل اللي رضع كتلة، أنا أريد أنا أكتله ما نعدم ما يخالف. علي طاوة هكذا يسميه أهالي الحي، شاب تخرج حديثا من الجامعة يشهد له الجميع هنا بالمروءة والشهامة. مقتله كان مبيتا من قبل تلك المجموعة بسبب خلافات سابقة وتصديه لهم وإعادة مسروقات منهم لأصحابها على حد تعبير ذويه. بطل أبطال العراق ينقتل هالكتلة هاي من وراء ومن وراء سلسلية ما الشارع ما المخدرات، وين هذا وين صار هذا؟ الله يقبله هيجي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وفي أثناء إعداد هذا التقرير أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال منفذ جريمة القتل أثناء محاولته الهروب خارج البلد، وأربعة متهمين آخرين لهم صلة بالحادث بينهم متهمة، وضبط مجموعة من الأسلحة المتنوعة. الله ذبت بيدي وذبت الأتراب علي أحفرت قبره بيدي. قتل علي دون ذنب كحال من سبقوه، لتبقى تلك الوقائع تثير تساؤلا بشأن قدرة الحكومة على مواجهة معضلة السلاح المنفلت في البلاد. من بغداد المرغازي، روداو.